النهارده بقى عايزين نتكلم مع حضراتكم، معانا قصه بطله قدرت ان هي تكون اول فتاه مصريه تحصل على ميداليه فضيه في مسابقه تارجت سبرنت 10 متر ضمن منافسات بطوله كاس العالم لرمايه البندقيه والمسدس، وهي البطله هاله عتمان. قصة جديدة من بطلات التحدي كتبتها هالة عتمان صاحبة 22 عاماً بعد أن توجت بالميدالية الفضية لبلدها ورفعت علم مصر لتصنف كأول فتاة مصرية تحصل على ميدالية فضية في مسابقة تارجت سبرنت 10 أمتار ضمن منافسات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس، وهي البطولة التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 28 من فبراير وحتى 8 من شهر مارس. اللاعبة هالة عتمان تدرس هندسة كمبيوتر في أوروبا، وسبق وأن حصلت على المركز الأول في بطولة الجمهورية التي شاركت فيها قبل السفر، كما أنها بدأت رياضة الرماية وهي في سن صغير وحصلت على عدة جوائز بينها مركز رابع ببطولة العالم ومركز ثاني ببطولة الجمهورية، وحالياً تمت الموافقة على منحة دراسية لها لدراسة الهندسة خارج مصر. تسعى الفتاة أيضاً لتحقيق مشروع خاص بالسياحة العلاجية، وذلك من خلال الترويج لأبرز الأماكن الخاصة بالسياحة العلاجية في مصر وزيارتها والتصوير فيها وإبراز هذه الأماكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كالإنستغرام والفيسبوك.